وش قصة أجهزة فيرتو من نسبريسو؟ وش التقنية اللي موجودة فيها واسمها السنتر فيوجن؟ وهل تكلفتها غالية؟ هل فعلا تستحق الشراء؟ إجابة هالأسئلة وأكثر بكثير في هذه المراجعة. السلام عليكم، أخوكم أبو بحر يرحب فيكم في قناتكم، قناة مختصر التجربة. حلقة جديدة ومراجعة جديدة، واليوم راح استعرض لكم آلة فيرتو بوب من نسبريسو، وراح نستعرض في هذه المراجعة أبرز المميزات وأهم الإيجابيات والسلبيات، ويلا ناخذكم في رحلة جديدة إلى عالم القهوة. نبدأ بزر التشغيل والإيقاف مزود بمؤشر LED واللي يساعد على توضيح حالة الآلة. قفل حامل الكبسولة، نلاحظ الحامل وقاعدة الكبسولة جميعها مصنوع من البلاستيك. رف التقطير مكون من شبك وحوض التقطير ويعطي مستوى واحد، وإذا شلناه راح يعطينا مستوى لكوب أكبر، ولكن بشكل عام المساحة ضيقة وهذا أحد عيوب هالآلة. حاوية الكبسولات المستخدمة من قطعتين وتكفي تقريبا 5 إلى 10 كبسولات فقط. وأخيرا خزان الماء بسعة 560 ملي، وهذا أحد عيوب هالآلة لأن كبسولات الفيرتو تعطي كميات كبيرة من القهوة. الاستخدام الأول، غسل خزان الماء وملأه بالكامل، نوصلها بالكهرباء ونشغلها، ننتظر ثواني عشان تسخن. نحتاج حاوية بسعة 0.5 لتر أو أكثر. كل شيء جاهز، نضغط 3 مرات على زر التشغيل، راح تدخل في وضع التنظيف ويومط زر التشغيل باللون البرتقالي. راح تتوقف تلقائيا وبكذا تكون جاهزة للاستخدام. العبوة الترحيبية، تعالوا نشوف العبوة الترحيبية اللي جاية مع فيرتو بوب. تحتوي العبوة الترحيبية على 12 كبسولة واللي اختارتها نسبريسو بدقة، بحيث ان العميل يخوض تجربة انواع الكبسولات المختلفة. تم التقسيم بناء على حجم الكبسولة، الفيرتو تجيب 4 أحجام للكبسولات واللي تعطي 6 أحجام أكواب، مع ملاحظة أن هذه الآلة ما تدعم جميع الأحجام. أحجام الأكواب اللي تقدمها آلة فيرتو بوب هي إسبريسو ب40 ملي، دبل إسبريسو ب80 ملي، جراند لونغو ب150 ملي، وماغ بسعة 230 ملي. والحين تعالوا نشوف طريقة تحضير شوت الإسبريسو. سويت وصفة جديدة وسميتها اكس لارج ريكاتشينو، كبسولات كوستاريكا، احد اصدارات الاصول الاساسية ماستر اورجنز من نسبريسو. العبوة تحتوي على 10 كبسولات وكل كبسولة تعطي 150 ملي بحجم ماج. نحتاج كوب كبير.
نجفف الماء من قاعدة الكبسولة ونحتاج 150 ملي حليب ونسخنه بصانعة الرغوة وغلاية إيرتشينو تري، واللي سويت لها مراجعة كاملة تلقوها في القناة. أجرب الطعم بدون إضافات، روعة فاكهية. والحين نجرب بالحليب. كالعادة نسوي تجربة مقياس الحرارة. ثلاثة وسبعين درجة مئوية بدون تسخين مسبق للكوب. كيف يتم تحديد حجم الكوب؟ آلة فيرتونكس تحتوي على جهاز ليزر يقرأ هذا الباركود وبناء عليه يحدد كمية القهوة لكل كبسولة. وإذا حابين تربطوا الآلة بتطبيق نسبرسو، شوفوا هالفيديو اللي وضحت لكم فيه الخطوات والمميزات. كيف تعمل تقنية سنتر فيوجن أو الطرد المركزي؟ عندنا فتحة كبيرة في الوسط ومن هنا يتم ضخ الماء، وبعدها يتم الاستخلاص من 18 فتحة صغيرة على أطراف الكبسولة مع قدرة لف 4000 لفة في الدقيقة الواحدة. وكذا أكون انتهيت من مراجعة فيرتو بوب من نسبرسو. أتمنى حازت على إعجابكم ورضاكم وقدمت لكم معلومات مفيدة. لا تنسون من صالح الدعاء ودعموني بالاشتراك واللايك، ولا تترددوا أبدا بطلب المساعدة. يسعدني ويشرفني خدمتكم دائما. محدثكم أبو بحر لقناة مختصر التجربة المملكة العربية السعودية. في أمان الله.